بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من أنواع السحاب المكتوب التي بفضل الله تعالى وفق الله عز وجل. انظر معي لطفا فيكم، انظروا. وشيء آخر أحب حتى يعلمه الجميع، انظروا ماذا كتب لها هنا. كتب لها فاسوخ، لأن بحد تعلم أن الفاسوخ المغربي هذا يستعمل في السحر. حتى تعلموا أن الفاسوخ المغربي يستعمل في السحر. طيب هذا سحر، في سحر كذلك. هذا انظر معي، هذا سحر، انظر معي، عليه صليب. هذا سحر يهودي، وإن استعمل الصليب فهو سحر يهودي. وهذا سحر كذلك، سحر آخر. لاحظوا ماذا وضعوا عليه هنا، سحر. رحمهما كيف وضعوا بهذا الشيء، وضعوا اسم السيد الذي أعطى سحره، كتبوه بقلم، اسم الذي يولد سحره بأنا. هذا سحر الذي أعطى سحره. انظروا إلى هذه الطلاسم، ها، لهذه الرموز، رموز اليهود. وهنا هذه ورقة، هذه الرموز كلها كانت عندي. كثير من الأوراق أثناء الرقية تحصل للأخوات، حيث أن الجن يبدأ في كتابة رموز، أو الأخت تستحضر رموزا تراها في يقظة أو مناما في أماكن مختلفة، في محلات، في البيت. وهذه الرموز كلها لأسحار اليهود، بل وأسحار عبد الشيطان. هذه أسحار عبد الشيطان، حيث صار. وأنا أنصح الإخوة والرقاة والمعالجين أن يركزوا في رقيتهم، أن يركزوا في رقيتهم على آيات، على آيات الشيطان، لأن صار كثير من الناس الآن يعني ابتلوا بالجان الذي يخدم الشيطان ويفي بالوعي للشيطان، ولا يظهر مع آيات إلا إذا ركزت مع آيات الشيطان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن ينصرنا على الشيطان وحزبه، إنه ولي ذلك والقلب عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.